يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انتر فيلان راوتنج. الانتر فيلان راوتنج ده بقى اللي هو الراوتنج بتوين الفيلانز. احنا قسمنا الشبكه المره اللي فاتت لفيلانات، وكنا قلنا ان كل فيلان الاجهزه اللي فيها مش هتقدر توصل لفيلان ثانيه او الاجهزه اللي فيلان ثانيه يعني، تمام. بعد كده المفترض الصح ان احنا بنعمل راوتنج بينهم عشان يشوفوا بعض كايه، كيونيكاست ولا كبروكاست، كيونيكاست الفيلانات المختلفه. بعد ما اعمل راوتنج بينهم بيشوفوا بعض كايه، كيونيكاست. لكن ستيل البروكاست اي كاس هيبعت بروكاست، البروكاست يوصل لمين؟ للفيلان اللي تبعه بس، بلس الترنك. بلس مين؟ الترنك. الا اذا انت كنت اصلا عامل في تي بي بروننج او سامح لفيلانات معينه في الالاود ليست، تمام. طيب عشان نعمل انتر فيلان راوتنج بقى محتاجه جهاز يكون بيفهم لير 3. مين الجهاز اللي بيفهم لير 3؟ يا اما راوتر يا اما مولتي لاير روب سويتش، تمام. بالنسبه للراوتر في عندي طريقتين للكونفيجريشن. الطريقه القديمه اللي هي التراديشنال انتر فيلان راوتنج، ودي طريقه ما حدش بقى بيشتغل بيها خلاص، تمام. والطريقه الافضل منها اللي هي راوتر اون اي ستيك، تمام. نراجع بسرعه كده. هفترض ان انا عندي سويتش، السويتش ده كونكتد عليه راوتر، وعندي هنا مجموعه من الاجهزه، ادي كاز اي، تمام. وافترض ان كاز ايه تبع فيلان 10. هنتايه بس كده بسيطه، كنا قلنا لو انت ناوي تعمل راوتنج بين الفيلانز من اولها كده كل فيلان لازم تكون في نتورك اي دي مختلف، تمام. فانا هفترض النتورك اي دي هنا 162.10 دوت وات ايفر، سي مثلا البي سي هديله اي بي دوت 100 اوفر 24. وبالنسبه لكاز بي هفترض ان هو تبع فيلان 20، وافترض ان هو في نتورك اي دي 20100، تمام. ده سويتش انترفيسز اسر 0 اوفر 0 اسر 0 اوفر 1 اسر 0 اوفر 2، وده الراوتر. نراجع بقى كده بسرعه. بالنسبه للتراديشنال انتر فيلان راوتنج كنا وقفنا عند مشكله ان الانترفيس بتاع الراوتر احط الاي بي بتاعه كام. لو انا خليته في النتورك بتاعي 192.168.10 معنى كده ان الاجهزه دي بس هي اللي تقدر توصل له، الاجهزه اللي تبع فيلان 20 مش هتقدر توصل. نفس الكلام لو انا خليته في النتورك بتاعي 192.168.20. وعشان كده كنا قلنا الحل المنطقي قدامي ان انا اوصل التوبولوجي ده باثنين ابلينك، اوصل ما بين الراوتر وما بين السويتش باثنين ابلينك، تمام. بحيث ان الابلينك الاولاني ده ياخد اي بي 192.168.10.1 مثلا، والابلينك الثاني ده ياخد اي بي 192.168.20.1. وبالتالي الابلينك ده هو اللي هيبقى الجيت واي بالنسبه للاجهزه دي، والابلينك ده اللي هيبقى الجيت واي بتاع الاجهزه دي. وده طبعا حل غير منطقي نهائي، اقصد في البرودكشن. ليه؟ معنى كده ان انا لو عندي سي مثلا 20 فيلان، معنى كده ان انا محتاجه ان انا اوصل الراوتر والسويتش ب 20 ابلينك. مفيش راوتر اصلا هلاقي عليه اللي هي الراوترز العاديه يعني، مش هلاقي فيه اصلا 20 انترفيس. وحتى لو في 20 انترفيس انا هضيع 20 انترفيس اصلا في الحوار ده، مش هينفع، تمام. عشان كده الحل المنطقي اكتر اللي هو الراوتر اون ستيك. الراوتر اون ستيك في ستيل شركات شغاله بيه، كمان شويه لما نشوف المولتي لاير سويتش ان شاء الله هو افضل سيناريو فيهم. لكن لو بنتكلم على ارض الواقع في البرودكشن، في شركات شغاله راوتر اون ستيك، شركات كتير شغاله بالسيناريو ده، تمام. ايه الفكره بتاعته؟ ان احنا كنا بنيجي على الانترفيس الفيزيكال بتاع الراوتر بنقسمه لوجيكالي لكذا سب انترفيس. على سبيل المثال هقسمه مثلا لسب انترفيس فاست 0 على 0 دوت وات ايفر، الرقم مش بيفرق معايا. ريكومندد ان انا اخليه اصلا نفس رقم الفيلان عشان بيسهل لي في عمليه الترابل شوت، تمام. واخلي السب انترفيس ده في النتورك بتاعي 192.168.10 سي مثلا دوت 1. وبالنسبه للسب انترفيس الثاني هكريت سب انترفيس ثاني فاست 0 اوفر 0 دوت وات ايفر، ريكومندد نفس رقم الفيلان، واخلي الاي بي بتاعها في النتورك اي دي بتاعت الاجهزه اللي تبع فيلان 20. يبقى من وجهه نظر الراوتر هو متهيئ له ان عنده اثنين انترفيس، تمام. لكن في الواقع بالظبط هو انترفيس فيزيكال واحد بس. فالداتا بتمشي كده، بتطلع من الابلينك ده تنزل من الابلينك ده توصل كده، ده لوجيكالي
تمام. وبالتالي انا محتاجه على الراوتر برضو اعمل راوتنج، اشغل راوتنج بروتوكول، مش محتاجه لا ستاتيك ولا دايناميك، لانه كده كده شايف الاثنين دايركتلي كونكتد، لانه متهيأ له ان فعلا الاثنين انترفيس دول كانهم فيزيكال انترفيسز موجوده عليه، وبالتالي شايفهم دايركتلي كونكتد. يبقى كل اللي انا هعمله على الراوتر ان انا اكريت السب انترفيسز واحط عليها اي بيهات واظبط عليها الانكابسوليشن، تمام. وبالنسبه للراوتنج مش هعمل اي حاجه خالص، تمام. طيب لوجيكالي قلنا الداتا بتمشي على السب انترفيس دي، لكن فيزيكالي قلنا الداتا بتمشي على الفيزيكال انترفيس ده وتنزل على نفس الفيزيكال انترفيس، وبالتالي البورت ده على السويتش اخلي نوع ايه، اكسس ولا ترانك؟ ترانك، لانه بيلونجز تو اول فيلانز، هيشيل الداتا بتاعت كل الفيلانات، على عكس التراديشنال انتر فيلان راوتنج، كل انترفيس فيزيكال كان فعلا بيلونجز تو اونلي فيلان، وبالتالي كل الانترفيسز اللي كانت موجوده على السويتش كلها بتبقى اكسس. انما هنا ده وده اللي هيبقوا اكسس لانهم تبع فيلان واحده بس، لكن الابلينك اللي فوق اللي وصل ما بين الراوتر وما بين السويتش ده هخليه ايه؟ ترانك. وبنعمل له هارد كود ان هو يشتغل ترانك، مش ينفع ان انا اعتمد على بروتوكول الدي تي بي الدايناميك ترانكينج بروتوكول، لان الراوتر مش بيسبورت الدايناميك ترانكينج بروتوكول، الراوتر بيسبورت ان انت تعمل له هارد كود ان هو يشتغل ترانك، تمام. تعالوا نعمل الكونفيجريشن دي كده على السريع نفتكرها مع بعض. كريت بس الاول كده بروجكت. تمام، نسحب سويتش ونسحب راوتر، تمام، ونسحب اثنين فيرتشوال بي سي نتست عليهم. ونستر كده الانترفيسز. لغايه ما الديفايسز بقى والراوتر البروسيسنج بتاعه يشتغل. تعالوا نيجي بس على البي سيات ونحط اي بيهات. ده بي سي واحد يبقى هديله اي بي كام؟ 10100، تمام. ولازم اديله الجيت واي بتاع السب انترفيس اللي تبعه اللي هو في حالتي هيبقى 10 1، تمام. بي سي 2 نفس الكلام، 20 100، والجيت واي بتاعه 20 1. طبعا مش محتاجه دلوقتي ان انا اصلا اوريكم ان انا لو جيت ابندج ما بين التو ديفايسز مفيش كونكتيفيتي، في نتورك ايديز مختلفه، تمام. نيجي بقى كده على السويتش نكريت الفيلانات، نشتغل صح. كنا قلنا مش ريكومندد ان انا انزل تحت الانترفيس اخليه تبع فيلان دازنت اكزيست. اه صح هيكريتها، بس عشان مش ننسى نفسنا، لان احنا اتفقنا ان انا لو كنت شغاله اصلا بروتوكول بي تي بي في الكلاينت مود معنى كده انه اصلا مش هيدي ايرور، وفي نفس الوقت في الباك جراوند مش هيكريت الفيلان دي، تمام. فعشان مش ننسى نفسنا نشتغل صح، نكريت الفيلانات الاول وبعد كده هنزل تحت الانترفيس اثر 0 اوفر 0 اقول له لو هنشتغل بيست براكتس اوف سكيورتي يبقى اقول له سويتش بورت مود اكسس، وبعد كده سويتش بورت اكسس فيلان يا اما بالرقم يا اما بالاسم، وقلنا اغلب السويتشز اغلب البوكسز بتسبورت الاي دي مش بتسبورت الاسم، تمام. ليه الامر اللي فوق ده؟ علشان اساسا لو البي سي اللي هو جهاز جهاز ايه ده، لو ده جهاز اتاكر وبدا ان هو يعمل نيجوشيشن معايا يبعت لي دي تي بي مسجز ويعمل نفسه كانه ديزايربل، هقول له لا 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 انا مش عندي استعداد ان انا اقوم البورت بتاعي ترانكينج، هيفضل زي ما هو ايه اكسس، تمام. طيب نفس الكلام بالنسبه للانترفيس اثر 0 اوفر 1 هنقول سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس دي لين 20، تمام. نيجي بعد كده على الراوتر، الحاجه الوحيده اللي انا هعملها على الانترفيس الحقيقي اني هنزل تحت الانترفيس واقول له نو شوت داون، هقول له يا شباب نو شوت داون. بعد كده نكريت السب انترفيسز، انترفيس فاست 0 على 0 دوت، من حقي اكريت اب تو 4 مليار سب انترفيس، فسي دلوقتي هكريت له كام؟ فاست 0 على 0 دوت 10. طبعا لو جيت اديله دلوقتي اي بي ادرس هيدي ايرور. ليه؟ بيقول لي معلش ده سب انترفيس، لازم تحددي لي الاول الانكابسوليشن اللي انا هشتغل عليه، تمام؟ ولازم ابقى عارف انا تبع انهي فيلان، الانكابسوليشن اللي هو المقصود بيه كده، الانكابسوليشن اللي هو المقصود بيه هنشتغل دوت 1 كيو ولا هنشتغل اي اس ال؟ فكان لازم الامر ده عشان يشتغل كنت اقول له انكابسوليشن ان احنا هنشتغل ايه؟ دوت 1 كيو وتبع فيلان 10، كده بقى لو اديت له الاي بي شغال تمام وزي الفل. نكريت السب انترفيس التاني هقول له
انترفيس سنتي 0 اوفر 0 دوت 20. في الاول احدد الانكابسوليشن دوت 1 كيو ان احنا تبع فيلان 20، وبعد كده اديله الاي بي ادرس النتورك اي دي بتاعت ال 20 واحد. مش محتاجة اعمل اي حاجة في الراوتنج، لاني لو قلت له شو اي بي راوت شايف الاثنين دايركتلي كونكتد من خلال السب انترفيسز. من خلال مين يا شباب؟ السب انترفيسز. كده المفترض ان يبقى فيه كونكتيفيتي ما بين الجهازين دلوقتي. 20 100 في حاجة احنا نسيناها، حاجة مهمة جدا احنا نسينا نخلي اصلا الانترفيس اللي هو ده نسينا نحوله ابلينك، صح؟ فكان لازم اجي الاول على سويتش وانزل تحت الانترفيس اسر 0 اوفر 2 واقول له سويتش بورد مود ترانك. بس احنا اتفقنا على حسب البوكس اللي انت شغال عليه. في البوكس اللي انا شغال عليه ده لو قلت له مود ترانك هيدي ايرور. ليه؟ لان الديفولت انكابسوليشن على الانترفيس ان هو دوت 1 كي ولا اي اس ال دوكشيش، تمام؟ طالما الديفولت بيهافير او الديفولت انكابسوليشن نيجوشيشن، يبقى ساعتها كان قبل ما احدد المود لازم اقول له ان الترانك بتاعي الانكابسوليشن اللي احنا هنشتغل بيه تعمل له هارد هولد. تعمل له ايه؟ هارد هولد. كده بقى لو قلت له سويتش بورد مود ترانك هيشتغل زي الفل. وقلت لكم تاني بلاش تعتمد على بروتوكول الدي تي بي لان الراوتر مش بيسبورت الدي تي بي، تمام؟ طبعا اول ما بتقوم الانترفيس بتاعك تحوله لترانك، الانترفيس ذات نفسه بيحصل له داون وبعد كده بيحصل له اب. كده المفترض ان احنا خلصنا كونفيجريشن. اتقل اصبر شويه لان احنا طبعا عارفين ان الزاننج تري بيقوم الانترفيس بعد اي تعديل انا بعمله بعد قد ايه؟ 30 ثانيه، تمام؟ كده الانترفيس بتاعي او كده في كونكتيفيتي ما بين الجهازين. شويه تركات بقى كده بسيطه. المفترض دلوقتي ان النيت فيلان على السويتش هي فيلان كام؟ باي ديفولت فيلان واحد، والديفولت برضو نيت فيلان على الراوتر هي فيلان واحد. تو فيريفاي لو جيت دلوقتي كده على السويتش وقلت له هنا شو انترفيس ترانك، قال لي ان النيت فيلان على السويتش مين هي؟ فيلان واحد. طب لو انا غيرت النيت فيلان على السويتش كده الكونكتيفيتي ما بين التو بي سيز هتقع، تمام؟ ماست ان النيتف فيلان على السويتش وعلى الراوتر يكونوا نفس النيتف فيلان. تعالوا نجرب كده. لو نزلت تحت الابلينك بتاع السويتش اللي وصلني بالراوتر وقلت له هنا سويتش بورد مسافه ترانج، ان النيتف فيلان بتاعتي هي زي مثلا فيلان 10. كده بقى لو جيت ان انا ابنج ما بين التو ديفايسز الكونكتيفيتي زي ما اتفقنا ايه اللي هيحصل لها؟ هتقع الكونكتيفيتي. يا شباب هتقع. طب والحل؟ قدامك ثلاث حلول للمشكله دي. الحل الاولاني ان انت تيجي برضو على الراوتر تغير عليه النيتف فيلان تخليها نيتف فيلان كام؟ 10. ازاي؟ هنزل تحت الانترفيس فاست 0 اوفر 0 دوت 10. مش كان الامر بتاعي اللي هو انكابسوليشن دوت 1 كيو 10؟ هاجي كده في الاخر واقول له ايه؟ نيتف. هاجي في الاخر اقول له ايه يا شباب؟ نيتف. يبقى انا كده جيت على الراوتر قلت له النيتف فيلان عندك هي برضو فيلان كام؟ 10، تمام؟ لو جيت كده تشيك بقى على الكونكتيفيتي رجعت الكونكتيفيتي ولا لا؟ تمام؟ طيب تعالوا نلغي اللي احنا عملناه. هقول له انكابسوليشن 10 بس، كده المفترض ان الكونكتيفيتي رجع تاني وقعت، تمام؟ الحل التاني هو حل قلت لكم قبل كده ايام الـ NE ان هو حل غريب شويه بس شغال، حد فاكره؟ يا عبد الله اللي عمل فكره دينا. لا سيبك من سلامه، انا زعلانه منه دلوقتي. لميت على الفوتي. ها هو كان في واحد مانيوال انا دايما بقول البنات اشطر كائنات على وجه الارض، انا دايما بقول كده. تقولي يلا تمام. كنا قلنا ان الحل الثاني فعلا ان الاي بي اللي المفترض ان انا احطه على السب انترفيس اللي تبع الفيلان هلغي السب انترفيس ده خالص والاي بي بتاعه احطه على الفيزيكال انترفيس. يبقى هاجي على الراوتر الغي اصلا نو انترفيس فاست 0 اوفر 0 دوت 10 لان دوت 10 ده اللي المفترض يكون النيتف فيلان بتاعتي. انا كده لغيته، طبعا لغيته بكل الكونفيجريشن اللي عليه وكل اللي فيها. اني ساعتها هنزل تحت الانترفيس الحقيقي واديله الاي بي ادرس بتاعه اللي هو 10 1. وقلت لكم ساعتها هو حل غريب شويه بس شغال بيرفكت. كده لو جينا نتست على الكونكتيفيتي ما بينهم المفترض ان الكونكتيفيتي ترجع تاني، تمام؟
زي الفل. طيب الحل التالت نلغي اللي احنا عملناه ونرجع تاني نكرير فاست 0 على 0 دوت 10 ونقول له انكابسوليشن دوت 1 كيو 10، ما حددتش ان ده النيتف طبعا، وادي له اي بي ادرس، وادي له اي بي ادرس كام؟ 10 1 كده رجع تاني مفيش كونكتيفيتي ما بين الاثنين. حد فاكر الحل التالت ولا اقول انا بسرعه؟ تمام، كنا قلنا ان الحل التالت ان الديفولت بيهافير بتاع النت في لان اصلا ان السويتش مش بيعمل لها تاج، تمام؟ طب ايوه نعمل ايه؟ اعمل لها تاج انا، تمام؟ ازاي؟ هاجي وانا في الكونفيجريشن مود على السويتش واقول له دوت 1 كيو، هقول له اسف في لان دوت 1 كيو تاج للنت، تمام؟ وقلت لكم ساعتها الامر ده انا مش بفضله، ليه؟ لانه مش سبورتد على كل البوكسز، بمعنى هو سبورتد على البوكسز اللي هي او الفيرجنز اللي هي العاليه من السويتشز، تمام؟ لو انت كتبت الامر ده على سويتش واحد بس، خد بالك انا كتبته في كونفيجريشن مود، هتضطر ان انت تلف على كل السويتشات اللي في البرودكشن بتاعتك وتكتب عليها نفس الامر، لان مش ينفع سويتش يكون الديفولت بيهافير بتاعه انه بيتاج النيتف فيلان وسويتش تاني مش بيتاج النيتف فيلان، هيتعاملوا مع بعض ازاي؟ تمام؟ فلازم الف على كل السويتشز اللي عندي في البرودكشن واطبق عليها نفس الامر. طب ما انا لسه قايله ان البيهافير ده مش هينفع لان موديلات كتيره جدا منهم السويتش اللي هو 2960 اللي عندي ده مش بيسبورت الامر ده اصلا، وعشان كده قلت لكم البيهافير ده بالنسبه لي لا مش ريكومند. واضحه كده؟ طيب كده تمام. ده الطريقه بتاعت مين؟ راوتر اون اسبيك. ندخل بقى في الطريقه الثانيه ريكومندد او الطريقه الثالثه اسهل اللي هي ريكومندد جدا بالنسبه لي، ان احنا نستخدم مالتي لاير سويتش، تمام؟ طبعا صحيح قبل ما انسى، ليه الطريقه دي مش مفضله بالنسبه لي؟ لان لو انت عندك عدد كبير من الفيلانات، عندك عدد كبير من الفيلانات، الداتا بتاعت كل الفيلانات بتمشي على الفيزيكال انترفيس طالع نازل على نفس الفيزيكال انترفيس، تمام؟ وبالتالي انت لو عندك عدد كبير اكيد هتيجي عند لحظه معينه ويحصل كونجيشن على الابلينك ده، ويحصل ايه؟ كونجيشن على الابلينك ده. وعشان كده بالمناسبه الراوتر اونستيك مش سبورتد الا على الراوترز اللي الانترفيسز بتاعتها على الاقل فاست ايثرنت، لان طبعا كان في موديلات قديمه جدا من الراوترز الانترفيسز بتاعتها كان الديفولت بتاعها او مش الديفولت، ما هي مش هتتغير، اقصد الانترفيسز بتاعها بتاعها ايثرنت، وبالتالي ما كانش بيسبورت الراوتر اونستيك، لان طبعا ايثرنت يعني السرعه بتاعته على قد خالص، فالداتا طالعه نازله على نفس الانترفيس هيحصل كونجيشن بسرعه جدا، فلازم الراوتر بتاعك يكون مينيمم الانترفيس بتاعه فاست ايثرنت. طبعا معلومه زي دي ملهاش لازمه دلوقتي لان اصلا كل الموديلات اللي في السوق اصلا ما فيش دلوقتي، لا مش للدرجات دي برضه، مش للدرجه دي، لازال في انتربرايزز كتير اصلا شغالين براوترز البورت بتاعها فاست ايثرنت، ما كل حاجه بسعرها ادفع، تمام؟ انت عندك الجيبك، الجيبك اصلا لو بنتكلم بعيد عن الراوترز، لو بنتكلم في الانترفيس بتاعت السويتشز، في بعض الجيبك اصلا سعرها بيعدي ال 15000، فكل حاجه بتمن جيبك بس، مش بتكلم عن الراوتر او السويتش، جيبك بس، تمام؟ طيب جيبك ولا لا احنا كنا قلنا اسمه ايه؟ جيبك، وده لعبنا صح؟ كنت قلت لكم اسمه ايه؟ صوابع صح؟ ولما ساعتها كان مين اللي قال لنا بيسموه في الشركه عندهم فينجر؟ عاصم. عاصم ساعتها هو اللي قال لنا احنا عندنا بقى شركه مش اي حد بقى بيسموه عندهم فينجر، انما ما اسموش صوابع مشهور، ما اسموش فينجر، اسمه ايه؟ جيبك او اس اف بي، سمول فور فاكتور بلاجبل، صح؟ تمام. طيب نكمل. ايه حوار بقى المالتي لاير سويتش ده؟ ده بيبقى سويتش في قلبه بروسيسور بتاع راوتر، في قلبه ايه يا شباب؟ راوتر بروسيسور، تمام؟ لوجيكالي كل فيلان انا بكريت لها بيتكريت لها اس في اي خاص بيها، زي مثلا انا عندي هنا انترفيس اس 0 اوفر 0، تمام؟ وعليك هاز اي تبع 100 وتبع فيلان تبع فيلان ايه؟ 10، تمام؟ ونفس الكلام هنا كاس بي، تمام؟ تبع نتورك 20 تبع فيلان 20، وافترض ان الانترفيس ده اس 0 اوفر 1، تمام؟ اول ما انت دلوقتي بتكريت لي فيلان قلنا تاني بيتكريت لها ايه؟
سويتش انجن خاص بيها. بتلاقي ايه يا شباب؟ سويتش انجن خاص بيها. لوجيكالي السويتش انجن ده عباره عن يعني جزء من الميموري بيتحط جواه معلومات الفيلان دي، تمام؟ طيب هيبقى عندي في حالتي دلوقتي، افترض ان انا كريت 3 فيلان، فانا في حالتي ايه؟ في 3 سويتش انجن. لوجيكالي ايه رايكم؟ الاجهزه اللي متوصله على السويتش ده تقدر توصل للسويتش ده؟ تقدر توصل على السويتش ده؟ على المنظر اللي قدامكم ده؟ لا، تمام؟ طب والحل؟ نوصل سلكه ما بين السويتش انجن ده والراوتر بروسيسور، وما بين ده وما بين ده. زي مثلا انا عايزه دلوقتي ان انا اوصل فيلان 10 بفيلان 20. السلكه دي بقى عباره عن انترفيس وهمي اسمه اس بي اي. كنا قلنا اس بي اي اختصار ايه؟ سويتشد فيرتشوال انترفيس. يبقى الاس بي اي ده عباره عن ايه؟ انترفيس وهمي. الاس بي اي ده عباره عن ايه يا شباب؟ الانترفيس وهمي. الانترفيس الوهمي ده ازاي اصلا ككونفيجريشن انا بكريته؟ ولا اتفه من كده، هاجي على السويتش اقول له انترفيس فيلان سي مثلا 10، وادي له اي بي عادي جدا 132.10.1 والبريفكس، تمام؟ بعض الموديلات، مش ده انترفيس وهمي؟ بعض الموديلات بيبقى الانترفيس الوهمي ده ديسيبلد باي ديفولت، فبالتالي انا محتاجه ان انا اقول له نو شت داون. بعض الموديلات بيبقى الانترفيس ده انيبلد باي ديفولت. فعشان ما تلخبطش نفسك، مش هيخسر ده، هياخد منك اقل من ربع ثانيه ان انت تقول له ايه؟ نو شت داون، تمام؟ ونكريت الاس بي اي الثاني اللي هو انترفيس فيلان 20، ونديله اي بي 20.1 بريفكس اوبورتوني 4، واقول له نو شت داون. ناقصني خطوه واحده بس، ايه هي؟ ستيل في الاول وفي الاخر ده عباره عن سويتش، واقول له اي بي راوتر، واقول له ايه يا شباب؟ اي بي راوتر، تمام؟ لان في الاول وفي الاخر ده عباره عن سويتش، تمام؟ محتاج ان انا افعل اي راوتنج بروتوكول؟ لا، لانه برده كده كده شايفهم دايركتلي كونكتد. طبعا ده افضل سيناريو فيهم. ليه؟ اولا احنا عارفين ان السويتشات اسرع بكتير. ثانيا مفيش اي كونجيشن هيحصل هنا، ان كاس ايه عايز يوصل لكاس بي اهو بس، تمام؟ مفيش بقى انترفيس عندي الداتا هتفضل رايحه جايه عليه على نفس الانترفيس. واضحه كده؟ مشكلتنا طبعا مع المالتي لاير سويتش في حاجه واحده بس، السعر مقارنه بالراوتر اون ستيك. بس زي ما قلت لكم قبل كده، الحاجات دي كل يوم والتاني اسعارها بترخص اكتر من اليوم اللي قبليه، لان في موديلات جديده بتطلع عليها، تمام؟ نقوم بقى الكلام ده كده، هاجي بس هنا كده على الراوتر ده دلته، تمام؟ واجي على السويتش ده ستوب ونشغله تاني. الاجهزه انا سايباها ما لعبتش فيها عشان بس مش تحط الاي بي تاني من اول، تمام؟ يبقى ده الراوتر ده كده خلاص، السويتش قفلته وشغلته تاني. لو قلت له بس كده شوفي لين بريف، طبعا انا ما كنتش سيفت الكونفيجريشن، الحاجه الوحيده اللي هتفضل عندي على السويتش هي الفيلانات، لان احنا كنا قلنا قبل كده ان الفيلانات مش بتتحط عندي فين؟ في الرانن كونفيج، يعني مش بتتسيب جوه الستارت اب كونفيج، ده بتتحط جوه الفلاش، تمام؟ او في الاي او يو، لو قلت له هنا كده داير بتتحط عندي في الملف اللي اسمه فيلان دوت ديت بالاسم ده، تمام؟ يعني من الاخر انا مش سيبت الكونفيجريشن، كل حاجه رجعت على ديفولت. الحاجه الوحيده اللي ستيل موجوده عندي على السويتش ده هو مين؟ ستيل موجود الفيلانات، تمام؟ يبقى تاني في اللاب بتاعنا هخلي اسر 0 على 0 نوع اكسس تبع فيلان 10، اسر 0 اوفر 1 اكسس تبع فيلان 20، وبعد كده نكريت الاس بي اي، وبعد كده نقول له اي بي راوتنج، تمام كده؟ انترفيس اسر 0 اوفر 0، هقول له سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 10، والانترفيس الثاني اسر 0 اوفر 1 سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20، تمام؟ نقول له بعد كده انترفيس فيلان 10، وندي له اي بي ادرس 10.1، لان ده اللي هيبقى الجيت واي بتاع الاجهزه، تمام؟ وفي الموديل ده لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف هلاقيه فعلا ستيل ادمنستريتلي داون، فهقول له نو شوت داون. ونفس الكلام انترفيس فيلان 20، ندي له اي بي ادرس 20.1 ونقول له نو شوت داون. حتى هذه اللحظه لو قلت له شو اي بي راوت، تمام؟ هو طبعا عشان ده بس حاجه كده فخيمه شويه في الاي او يو، تمام؟ لكن انتوا عندكم اصلا على اغلب السويتشات هتضطر تقول له ايه؟ اي بي راوتنج. هتقول له ايه يا شباب؟ اي بي راوتنج، تمام؟
ده مش البيهافير اللي هيظهر معانا اصلا على المالتي لاير سويتش لو نسيت تقول له نو اي بي راوتنج، بيظهر منظر كده نفس الشكل بتاع الامر بتاع شو ارب. تمام. طيب كده المفترض لو جيت ابنج ما بين الاثنين شغاله زي الفل، وطبعا المفترض ان هو اصلا شايف كل واحد عن طريق الانترفيس الوهمي اللي هو الفيلان. لو جيت ابنج المفترض يوصل ولا لا بقى؟ بنج على 100.20.20.1 ده الاي بي بتاع الراوتر بتاع السويتش اصلا من الناحيه الثانيه من الفيلان الثانيه. تمام. لو جيت ابنج بقى على الاي بي اللي هو دوت 100، لو انا شغاله دلوقتي على سويتشز حقيقيه كان هيشتغل. كنت قلت لكم ان انا عندي مشكله في الاي او يو ده. تمام. في عندي بعض الدروبات، السيناريو ده مش بيرفكت، احنا قلنا قبل كده الاي او يو يعني بيسبورت تقريبا في حدود من 90 ل 95 من اوامر السويتشنج والبيهافير بتاعه ممتاز، لكن في بعض الاختلافات. تمام. لو انا بتكلم دلوقتي على سويتشز حقيقيه او حتى لو كنت عملت اللاب ده على الباك تريسر في كونكتيفيتي، احنا هنا مش عاملين حاجه غلط، ده عندي بج في الاي او يو ده. تمام. طيب نيجي برده في شويه تريكات كده بسيطه. لو انت نزلت لي دلوقتي كريت لي انترفيس فيلان 30، تمام، واديت له اي بي ادرس زي مثلا 192.168.1 ونقول له نو شوت داون. لو قلت له هنا شو اي بي انترفيس بريف، هلاقي ان حاله الانترفيس ايه؟ داون داون. تمام. داون داون ليه؟ لو قلت له هنا شو فيلان بريف هلاقي ان اصلا فيلان 30 دوت اكزيست. مش معنى ان انت كريت الاس بي اي ان ده معناها ان الفيلان اتكريتد، مش ده معناها ايه يا شباب؟ ان الفيلان اتكريتد مصد ان انت تعمل ايه؟ تكريت الفيلان. بعض البوكسز بعض الموديلات الجديده بقيت لما بتكريت الاس بي اي بيكريت الفيلان، لكن مش كل البوكسز، اغلب البوكسز هتلاقيه مش بيكريتها. فاوعى تنسى ان انت تيجي اصلا تكريت فيلان 30. تمام. طيب لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف، تمام، المفترض لو انا دلوقتي شغاله على ديفايسز حقيقيه كان هيديني هنا اب داون، كان هيديني هنا ايه يا شباب؟ اب داون. تمام. يبقى تاني داون داون ده معناه ان انت اصلا كريت الاس بي اي لكن الفي لان دازنت اكزيست، لكن الفي لان ايه يا شباب؟ دازنت اكزيست. لما بتكريت الفي لان هيظهر لك ايه؟ اب داون. اب داون ده معناه ايه بقى؟ معناه اصلا ان الفي لان اوريدي اتكريتد بس مش عندك ولا اكتف انترفيس تبعها، مش عندك ايه؟ ولا اكتف انترفيس تبعها. اهو شو فيلان بريف فيلان 30 مع نفسها اهو مفيش اي انترفيس اصلا تبعها، سواء اكسس او ترانك، لان احنا طبعا عارفين ترانك بيلونجز تو اول فيلانز، يعني مش شرط يكون انترفيس اكسس تبع الفيلان دي، اي انترفيس حتى لو كان ايه؟ ترانك. تمام. طيب فهنتي تعالوا تخلي اي انترفيس كده تبع الفيلان دي، فهنزل تحت اسر 0 اوفر 3 مثلا واقول له سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس بالظبط فيلان 30. لو قلت له دلوقتي شو اي بي انترفيس بريف، لو انا بتكلم دلوقتي على سويتشز حقيقيه هيديني ستيل اب داون، هيديني ستيل ايه؟ اب داون. هنا كمان شويه هيطلع لي السيسلوج يقول لي ان الانترفيس بقى الانترفيس ده بقى اب اب، انما في البرودكشن ستيل ايه؟ اب داون. تمام. ليه بقى؟ اه صحيح انا خليت اسر 0 اوفر 3 تبع فيلان 30 بس انترفيس اسر 0 اوفر 3 مش كونكتد بحاجه، مش ايه؟ مش كونكتد بحاجه. يبقى طالما هو انترفيس نوت كونكتد هتفضل حاله الانترفيس بتاعي اب داون. تمام. امال ليه هنا في الاي او يو قام دلوقتي اهو فعلا واداني اب اب شو اي بي انترفيس بريف فعلا اداني اب اب؟ لاني كنت قلت لكم المره اللي فاتت اني لو قلت له شو انترفيس مسافه ستيتس، تمام، في الاي او يو بيعتبر كل الانترفيسز انها كونكتد، لكن طبعا في الحقيقه هيبقى نوت كونكتد. في الحقيقه يا شباب نوت كونكتد. تمام. فحاجه بقى من اتنين، يا اما ان انت تخلي البورد ده فعلا كونكتد بي بي سي، طلع منه كابل يبقى كونكتد بي بي سي عشان فعلا يبقى كونكتد عشان يقوم الفيلان اللي هو اسوشيتد ليها اللي هو مبني ليها. تمام. او الحل التاني لو انت مش عايز ان انت تخلي البورت اس 0 على 3 كونكتد بحاجه، تنزل تحت الانترفيس اس 0 اوفر 3 وتقول له سويتش بورت مسافه اوتو ستيت اكسكلود. اكسكلود يعني ايه؟ استثني البورت ده، بمعنى حتى لو ما هوش كونكتد يقوم الفيلان اللي هو مبني ليها. حتى لو البورت ده مش كونكتد خليه برضو يقوم ايه؟ الفيلان اللي هو مبني ليها. تمام. يبقى تو سامرايز، لو قلت له تاني شو اي بي انترفيس بريف، لو انت لقيت حاله الانترفيس الوهمي داون داون ده معناه ان انت كريت الاس بي اي لكن الفيلان مش متكرر،
لو انت لقيتها اب داون، اب داون ده معناه ان الفيلن اوريدي انت كاركتها بس مش عندك ولا اكتف انترفيس تبعها سواء اكسس او ترانك، تمام. طب لو انت جيت على انترفيس معين وخليته تبع الفيلن دي، لو الانترفيس مش كونكتد هيفضل ستيل اب داون. طب لو انت ربطته بحاجه هيقوم اب اب. طب لو انت مش عايز تربطه بحاجه تنزل تحت الانترفيس وتقول له اوتو ستيت او الدوكر سويتش بورت مسافه اوتو ستيت اكسكلود. اوتو ستيت ايه؟ اكسكلود. حد تاني مني كده في حاجه؟ تمام. ده مراجعه سريعه كده على مين؟ الانترفيلين راوتر.